وعايزكم كده يعني ترحبوا جامد جدا جدا بفنان ممثل رائع، عمل ادوار كتيره جدا في الفتره اللي فاتت، نجحت جدا مع الناس، بس اهمها كان السبع وصايا عرنوس، لو تفتكروا عرنوس. سقفه كبيره قوي. وليد فواز صديقي وليد، كل سنة طيبين يا جماعة. يعني ذبحت الغراب ليه وليه؟ ايه من بتصيف بقى؟ انا بشكر طبعا يعني صديق النجم الكبير خالد سليم بجد، ويعني دعوة كريمة وحفلة جميلة وليلة حلوة، وحلوة بيكوا يعني، متشكرين جدا جدا يعني. عايز اقول حاجة يا جماعة، احنا بنعمل مسلسل مع بعض اسمه سيرة حب، ومعانا فنانين كتار جدا يعني، سيرين عبد النور، ماكسيم خليل، الاستاذ سامي العدل، وخالد سليم ووليد فواز، عاملين دور بجد هيعجبكم جدا جدا. فيعني ان شاء الله قريب جدا هيبقى موجود على القنوات المصريه، فتقولوا لنا رايكم، عشان احنا طالعين صحاب، فمش عارف بقى باين ان احنا صحاب ولا مش باين. ها سقفه كبيره قوي الوليد. بصوا بقى، الراجل ده اكتشاف بالنسبه لي بصراحه. تيجي نقول لهم اكتشاف ازاي؟ كل مرة ترجع المشوار بجرح،
مشوار بجرب. والنهاردة جاي تقول لي انسى القهر، جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب الثاني. والنهاردة جاي تقول لي انسى القهر، جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب الثاني. ومايل وحدث منديله كاتب على طرفه أجيله، ومايل وحدث منديله كاتب على طرفه أجيله. وأمانة أمانة دنيا أمانة، تهدينا للفرحة أمانة. أمانة يا دنيا أمانة، تهدينا للفرحة أمانة. وأمانة دنيا أمانة، تهدينا للفرحة أمانة. وأمانة دنيا أمانة، تهدينا للفرحة أمانة. وتخلي الحزن بعيد عنا، وتقولي للحب استنى. وتخلي الحزن بعيد عنا، وتقولي للحب استنى استنى. كبيرة جدا لوليد. سمعوني سقفة كبيرة قوي لوليد فواز، قوي قوي قوي. يلا نورني.